شهد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير انطلاق فعاليات الاحتفال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإصدار أول تقرير لبصمتها الكربونية. وفي كلمته أكد الوزير على أهمية التوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة المصرية، وذلك من خلال تنمية البعد البيئي وفقاً لأحدث الأساليب والنظم. التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية، وخلال اللقاء تم استعراض استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وجهود المجموعة الرامية إلى تحويل مصنعها في مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير. أكد وزير التموين شريف فاروق ضرورة العمل على زيادة المعروض من الذهب بالأسواق للعمل على ضبط الأسعار. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات هاني ميلاد ورئيس البورصة المصرية للسلع لبحث سبل وآليات التعاون المشتركة بين الوزارة والشعبة والبورصة السلعية ومصلحة دمج المسوغات والموازين التابعة للوزارة. وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعتين للوزارة. يأتي هذا التعاون في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مؤسسات الدولة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتشجيع المنتجات الوطنية وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج. كان في اجتماع مهم جدا النهارده لتوطيد افاق التعاون مع الهيئه العربيه للتصنيع. تم توقيع اتفاقيتين النهارده، اتفاقيه بخصوص تصنيع قطع الغيار والدعم الفني لشركات الغزل والنسيج في مشروع التطوير الهام او الاستراتيجي لها، والاتفاقيه الاخرى في مع الشركه القابضه للسياحه في مجال تطوير السلاسل التجارية بشكل كبير، بحيث ان احنا نقدر ان احنا يكون عندنا سلاسل تجارية ان هي تقدر تدعم المواطن المصري بشكل جيد وتقدم له منتج جيد بسعر متميز. ناقشنا كثير من الأمور المشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال العام للتعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق. والحقيقة احنا هنا في الهيئة العربية للتصنيع الحمد لله رب العالمين عندنا طاقات تكنولوجية وطاقات تصنيعية كبيرة، وفي الأونة الأخيرة كنا زرنا بعض مصانع الشركة القابضة للغزل والنسيج ووقفنا على احتياجات مصانع المحلة الكبرى وكفر الدوار من قطع الغيار المختلفة، والحمد لله احنا في الهيئة العربية للتصنيع قادرين ان احنا نصنع جزء كبير من هذه قطع الغيار. حققت مصر تقدما ملموسا في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور، وذلك يعد انعكاسا للإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين أطر الشفافية والإفصاح المالي وإتاحة موازنة البرامج والأداء للمواطنين التزاما بمبادئ الحوكمة والمشاركة في عرض البيانات والمعلومات حول اتجاهات المؤشرات المالية. تطور إيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، هذا ما أبرزه تقرير لمؤسسة ديكود للاستشارات الاقتصادية والمالية عن دورة مسح الشفافية العالمية لعام 2023. التقرير اعتبر أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة شراكة الموازنة الدولية IBP تعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي. وتعتبر الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا وأوصى التقرير بتضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي
كمثال يحتذى به لدراسة الحالة في التقرير العالمي لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023. أشار التقرير إلى أن شفافية الموازنة توضح كيفية جمع موارد الحكومة والعمل على إنفاقها، بينما تسمح مشاركة الجمهور للمواطنين بإبداء آرائهم في سبل تحسين أولويات الإنفاق. تجدر الإشارة إلى أن تقرير شفافية الموازنة يعد المؤشر الوحيد عالمياً المستقل والمنتظم لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها في جميع أنحاء العالم، ما ينعكس على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية، حيث تقوم شركة الموازنة الدولية IBP بالتعاون مع المجتمع المدني بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال استبيان الموازنة المفتوحة OBS، والذي يتم إصداره كل عامين. أكدت وزارة التجارة الصينية أنها تعارض بشدة قرار الولايات المتحدة إضافة كيانات صينية متعددة إلى قائمة مراقبة الصادرات بسبب قضايا تتعلق بروسيا. وأضافت الوزارة أن الإجراء الأمريكي يعطل النظام التجاري الدولي ويعوق التبادلات الاقتصادية الطبيعية، موضحة أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المشروع لشركاتها بكل حزم.